صباح الخير صباح النور. الو، البارح بعد ما حطيت لكم الفيديو ديال البوابه المغناطيسيه اللي جلب الحظ والثراء، لا هذا كبير يا ربي اسمح لي، لا شارف قوي. كلكم، ماشي كلكم طبعا، الناس اللي تايقين فيا وعارفيني ما كنكذبش عليهم وعارفيني الا عطيتهم شي معلومه راه كنعطيها ليهم كتكون صحيحه وما كيكونش فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، لانه انا كنظن انني ماشي يهوديه، نو انا حتى انا مسلمه، ما يمكنش انا مسلمه وتعالى نشرك بالله. نو اسكي، غنعطيكم جوج الكلمات وغادي نمشي لانه عندي ما يدار. انت اللي تتحللي وتحرمي على كيفك، جيت غير نقول لك واحد جوج ديال الكلمات فهاد الصباح هذا. حيت كلها عذاب وديما غتبقى اللور اللور، دائما دائما، عرفتي علاش؟ لانه ديما تتقلبي على الاعذار، على الاعذار للنجاح ديالك. دابا انت واخا تكوني غادي تنجحي في شي حاجه وغديري شي انجاز عظيم، لكن كثرة الاعذار اللي عندك، مثلا لا وهذا الشيء حرام، ولا وهذا الشيء غايقولوا عليه الناس، ولا تما فين تتفريني للمستقبل ديالك. هذه واحد الحاجه اللي سمحي لي انا ما غاديش نخدم معاك عليها، لانه انا ما مسالياش ليك، انا البنات تنخدم معاهم على الاهداف ديالهم، راهم داخلين عندي في الجروب. فانت يا اختي اش غندير لك؟ بغيتي انت تبدلي هذه العقليه اللي عندك، مرحبا بك عندي في الجروب، ولكن ماشي دابا، لانه غادي نحل لكم البلايص ان شاء الله حتى 8 8. الو، راه حشومه وعيب وعار نقولوا حرام على واحد الحاجه اللي فيها استفاده كبيره. واش عرفتوا شنو هو الحرام؟ الحرام هو ان هاد الخيرات اللي عطينا الله وهاد الانرجي اللي عطي الله في الكون وهذا الشيء كله وحنا ما تنستعملوش، هذه اكبر حرام كيستعملوا كي يديروا البني ادم. هي هاد النعم وهاد الخيرات، والله سخر لنا الجو، سخر لنا الشتاء، وسخر لنا الريح، وسخر لنا الاشجار، وسخر لنا هادشي كله، وحنا ما تنعطيوهمش القيمه ديالهم وما تنتعاملوش معهم كيف ما خصنا نتعاملوا معهم. انا بالنسبه ليا هذا هو الحرام. الحرام هو انني نديسبرديسيار كما كنقولوا في الاسبانيوليه خيرات الالهيه. اوكي، فما غاديش ندخل معكم في الصراع ونقاش، دائما تنقولها لكم انا البوابه اللي نتوما دخلتوا منها انا قد مريت منها. انا نتوما عارفيني صاري كل ديال 2018 راه كنت كنجبد العينين، ودابا ما بقاش عندي الخاطر، ما بقاتش عندي الكانا كما كنقولوا في السبانيه، بقاش عندي الخاطر باش نجبد لك عينك. مثلا شحال هادي كان شي حد كيقول شي دراك النوض، واو ما نكتبش عليك، وصلت لواحد المرحله لا يهمونني الاخرين وما كتهمنيش انت، وحتى الراي ديالك ما كيهمنيش، والله العلي العظيم الا الراي ديالك ما كيهمنيش. الاراء اللي كيهموني هما الاراء ديال الناس اللي عندي في الجروب، ولا الناس اللي دايرين بيا، هذا هو اللي كيهمني الاراء ديالهم. اما انت ما نتجادلش معك، هذا قانون من قوانين الحياه انني ما نتجادلش معك. الا انت كتبان لك هذه الحاجه كحله، وي عندك الحق كحله كحله، ما نتناقش معك، ما ندخلش معك في صراع. فالبنات اللي متبعيني والناس اللي متبعيني و كتقلبوا على تغيير في حياتكم، فما تسمعوش وما تشوفوش بحال هاد لي كومونتير هادو، ما تسمعوش بحال هاد الناس هادو. لانه البارح قريت في واحد الكتاب قال لك، والله الا عنده الحق، قال لك ما عمرك تستقبلي نصيحه من واحد بحالو بحالك. انا غنشرح لك فاش يجي شي واحد يقول لك ايوا كون كنتي كتخبي، كون كنتي كتجمعي الفلوس وراكي دايره لاباس، اللي كيعطيك هاد النصيحه كتلقايه فقير اكثر منك، وهو كيقول لك جمعي شويه لدوير الزمان. بحال هاد الناس، وانا البارح قريتها في الكتاب وقلت واو، علاش انا غابره هاد الايمات؟ راني في الكتوبه تالفه في النجوم والعلم وداكشي، قلت واو. قال لك ما تستقبليش نصيحه من عند واحد بحالو بحالك، في نفس مازال ما وصلش لداكشي اللي انت وصلتي ليه. انا راه وصلت للدار، وصلت للطوموبيل، درت شي حوايج في حياتي، سافرت لبلايص في حياتي اللي هذاك الشخص عمره
ما سافر اليوم ومازال ما درتش داكشي اللي درتو انا وكيجي كينصحني وجمعي جمعي شويه ديال الورزمه. والله الا شفت هاد المقطع في الكتاب قلت خصني نقولها لميس اموريس ولكن حتى الصباح ديريها حلقه في ودنك. ما عمرك تستقبلي نصيحه ديال انسان عادي بحالو بحالك، وعمرك تستقبلي نصيحه ديال انسان مازال ما وصلش لداكشي اللي انتي وصلتي ليه. النصيحه كنستقبلوها من عند الناس اللي طالعين في النيفو ديال حياتهم، النيفو ديال حياتهم. انا مثلا ساكنه في دار، الشخص اللي نقدر نستقبل من عنده نصيحه وغتكون نصيحه من ذهب هو الشخص اللي عايش في فيلا ديال 199 كيلومترات ديال الهكتارات. الشخص اللي مازال في بلاصتو كيدور وانا وصلت لشي حوايج هو مازال ما وصلش ليهم وكيجي ينصحني حيت كيشوفني مثلا كنشري ولا كندير ولا هذا ويبدا عليا جمعي وديري وفعلي، اوتوماتيكمون خصك تفريني نقول له خويا دخل سوق راسك وشكرا جزيلا. ثانك يو سو ماتش. الا بغيتي تعيشي مزيانه في حياتك، بغيتي تعيشي مزيانه في حياتك، ما تستقبليش النصيحه من عند هبه ودبه، ما تستقبليش النصائح من عند شخص من عند غالي كان، لانه هي فاش كتجي تشوفي كتلقاي فيها اللوجيك. دابا فاش كتجي شي وحده كتقول لك ايوه صاحبتي خبي لدوير الزمان، كتلقايها هي ما عندها حتى باش تصرف. ملي انت كتنصحيني هاد النصيحه علاش انت ما درتيش بها؟ علاش؟ ويبقى سؤال محير يطير في الهواء. المهم نصحكم مبروك، وكيف ما بغيت نقول لكم الا بغيتو تنجحوا في حياتكم خليو عليكم كلام الاخرين. انتي ماشي شغلك كيفاش الناس كيشوفوا الحياه، شوفيها انتي بعينيك وتمتعي بالحلاوه ديال الحياه انتي كانسانه. ماشي شغلك كيفاش كتشوف صاري كل الحياه، راه يمكن صاري يقول لك كتشوف الحياه جهنميه وانا كنشوف الحياه جنويه مثلا. نو انا ماشي شغلي فيك انتي شوفي الحياه كيف ما بغيتي تشوفيها، شوفي الزواج كيف ما بغيتي تشوفيه. انا مثلا ضد الزواج، انتي ما كنقولكش نفذي نفس الشيء اللي كننفذ انا. سيري تزوجي ديري داكشي اللي كيقول لك، ما تبقايش تشوفي الحياه بعيني. يا انا ما فهمتش بنادم كيشوف الحياه بعينك وهو ما واصلش لداكشي اللي انت مثلا وصلتي ليه. واش فهمتي شنو تنبغي نقول لك ولا فهمتيني شنو تنبغي نقول لك؟ راه اي حاجه درتيها في بالك تقدري توصلي ليها، اي حاجه خططتي ليها تقدري تجيبيها، اي حاجه فكرتي فيها تقدري تجلبيها، ولكن ما تبقايش تشوفي الحياه بعينين الاخرين. واحد فاشل ما عنده ما يدار في حياته، مشارجي 5 درهم ديال انوي كيدخل يدير تعليق على واحد الحاجه اللي انت عاد شتيها، واو اشنو هادشي ديال البوابه ديال الطاقه الايجابيه والبوابه ديال جلب الثراء، اشنو هادشي هذا؟ كتقري التعليق بنادم تيخربق لك عقلك تديري بناقص. ها انت ضيعتي واحد الفرصه اللي كانت تقدر تكون ذهبيه في حياتك. ديري داكشي اللي انت باغا ديري، ماشي حيت الناس كتبوا في التعاليق ان هاد الحاجه ماشي شغلي في شنو كتبوا الناس. والله هذه تعلمتها وقريتها في الكتب بزاف، ديال حنا كبشر كنتاثروا بزاف بالطاقه ديال الاخرين، وسبحان الله العلي العظيم. هذا واحد العلم كنكتشفوه في سنه 1941، واحد العالم اكتشف واحد الحاجه عرفتو نقولها لكم. بخ كنت عاودتها واحد الخطره للبنات في الجروب ودابا نعاود عليكم. نسيت السميه ديال العالم، راه هذه القصه عاودتها دي واحد الشهرين عاودتها للبنات في الجروب. نسيت القصه ديال العالم ودابا فين ندخل لجوجل نقلب على سميتو. فواحد العالم في 1941 شنو دار؟ بغى يدير واحد التجربه، جاب خمسه ديال الدراري اوكي، خمسه ديال الدراري، واحد منهم ما عارف والو والربعه الاخرين جابهم كممثلين كيمثلوا. شنو غادي يدير هذا العالم هذا؟ فواحد السبوره باش يعرف، سبحان الله، لان العلماء ديال شحال وصلوا بزاف ديال الحوايج اللي خارقه، باش يفهم العقل ديال بنادم كي داير. جاب هذوك ربعه ديال الدراري وقال لهم شوفوا انا غادا نرسم في السبوره، غنرسم فيها دائره وغنسولكم غنقول لكم واش هذه دائره ولا مثلث. كلكم غتقولوا مثلث، هي دائره، كلكم غتقولوا مثلث باش نشوفوا هذاك اللي جبناه نتيستيوه شنو غادي يقول. سبحان الله العلي العظيم، جلسهم بخمسه بيوم، شوفوا سبحان الله والله حتى عقلك غادي ينفجر. جلسهم بخمسه بيهم كيف ما قلت لكم، الربعه ديال الدراري عارفين الموضوع والدري الخامس ما فاهم ولا يعني جاي عادي يتيستي. جلسهم بخمسه بيهم ورسم دائره في السبوره ويسولهم. سول التلميذ الاول قال له شنو كتشوف هنا؟ ما هذا؟ قال له انه مثلث. قال له اوكي. سولت التلميذ حيت خلى هذاك اللي ما عرفش خلاه هو الاخراني. سولت التلميذ الثاني قال له شنو كتشوف هنا في السبوره؟ قال له مثلث. سولت التلميذ الثالث قال له شنو كتشوف؟ قال له مثلث.
سول التلميذ الرابع قال له اشنو كتشوف هنا؟ قال له مثلث. ملي غيوصل التلميذ الخامس اللي نورمالمون التلميذ الخامس كيشوف انها دائره، اشنو غيوقع هنا؟ فسولو قال له اش كتشوف هنا؟ قال له مثلث. سبحان الله، واش فهمتي؟ راه بزاف ديال المرات كنتقدموا في بزاف ديال الحوايج غير حيت الناس قالوا نفس الشيء. هنا فين غيكتشف هذا العالم ان الهويه البشريه يعني البشر سهل 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 انه كيفاش كيقولوا لها بالعربيه انك تمانيكوليه، ان كيفاش مانيكولار، كيفاش مانيكولار بالعربيه، مانيكولار هي سهل انك ماشي تغشيه، مانيكولار بحال اللي تمانيكولي العقل ديال بنادم، يعني سهل انك تفورماطيه على داك الشيء اللي انت باغا. سبحان الله العلي العظيم، يعني هذا الشيء هو اللي كيوقع في المجتمع، ماشي غير المجتمع ديالنا العربي. دابا انا كنعاود لك على هذا الشيء، هذا راه المجتمع الاوروبي اللي داروا هذا التيست، هذا ماشي مجتمع عربي. وسبحان الله حنا البشر دايرين هكا، الا شفنا كل شيء تابع هذه حنا كلنا غنمشيو حتى حنا نتبعو. شفنا فلانه فتحت صالون ديال الحلاقه كلنا غادي نفتحوا صالون ديال الحلاقه، شفنا فلانه دارت غيستوغو كلنا غنديروا غيستوغو، شفنا فلان حل تاكزاريت كلنا غنجيو وحده ونحلوا تاكزاريت. واش فهمتوا؟ الناس سبحان الله ما عندهمش شخصيه. فانت اللي متبعاني خليك تكون، بغيتك تكوني مميزه كيف ما انا، انت خصك تكوني انسانه مميزه، خص تكون عندك شخصيه، ما تكونيش بدون شخصيه. الا فلانه مثلا 10 صوتوا على ان مثلا هاد التصويره خايبه، انا غادي نقول داكشي اللي كنحس به، نو انا التصويره عجبتني لايك ونكتب تعليق زوين. هذا ابسط الامثله، انا ما كيهمنيش ديري لي تعليق زوين ولا تعليق خايب، لا يهمني انا اصلا تعليق زوين ولا خايب كنتخلص فيهم بزوج، يعني سواء كان تعليقك سلبي ولا ايجابي انا كناخذ عليه الدراهم، يعني انا ما على باليش. فهاد النقطه هذه فاش كيكونوا الفلوس كاينين وكيكونوا الفلوس في الوسط ما كيهمكش شنو كيقولوا الناس، انا كيهموني هادو. ولكن انا والله تنعطيك هاد الهضره من قلبي، انت حاولي ما تتقدميش في قرارات الاخرين، خذي قراراتك بوحدك. حسيت بواحد الحاجه زوينه نديرها، ما حسيتش بها زوينه ما نديرهاش، ماشي حيت شفت كلشي دار نفس التعليق انا خصني ندير نفس التعليق، لا انا ما رشقتش لي نعلق ما غنعلقش، ماشي شغلي. سالينا تصرفي على طبيعتك، تصرفي على طريقتك، كوني انت ولا تكونين الاخرين، كوني انت. علاش خصني نبقى انا نتبع داكشي اللي كيقولوه الناس ونقلد هذاكشي اللي كيديروه الناس؟ كوني انت ما تكونيش الاخرين. اللي بغى اختي يدير اللي بغى، اللي بغى يدير اللي ما بغاش، انا ماشي شغلي. اللي بغى يجي ينصحني ما ينصحنيش، انا لا اتقبل. تذكري دائما انا لا اتقبل، اللغه العربيه المشوهه، اي انا لا اتقبل نصائح الفاشلين او نصائح الذين هم في مكانهم. واش صاحبي انت ما شريت دار موطور ما عندكش وتجي تنصحني انايا؟ شريت دار، شري طوموبيل، اوكي سافر بزاف ديال البلايص وعاد اجي هضر معايا. فهاد الناس بحال هادو يجي ينصحني بنادم ديري دخل السوق راسك، ثانك يو سو ماتش، شكرا، اي ما تنصحنيش، لا اريد نصائحك، ما تنصحنيش، عارفه راسي اش كندير. بالنسبه لواحد الحاجه مهمه بغيت نشاركها معكم قبل ما نبدا الروتين ديالي ديال سكريبتيس، هكا كيقولوا سكريبتيس لا سلونا. الو، بالنسبه للبنات اللي كيكتبوا ليا كيقولوا لي راه الجروب مديزاكتيفي، زعما سبسكرايب مديزاكتيفيها، سي راني ديزاكتيفيتها لحقاش الشهر اللي فات، نو الشهر اللي فات نو فات الشهر هذا في الاول ديالو. كيف ما عاودت لكم كان وقع لي واحد المشكل عاطفي وديزاكتيفيت فيه الجروب. انا نقول ماشي ديزاكتيفيت الجروب، الجروب مازال، يعني ديزاكتيفيت سبسكرايب، ولكن الناس اللي عندي ديجا في السبسكرايب راهم تنتحس معاهم في الجروب. اوكي شويه نقول لكم انا ما بغيتش ناكتيفي دابا سبسكرايب لانه ما كنديرش ستوريات، ما كنديرش ستوريات الصباحيه اللي اصلا البنات كيدخلوا للسبسكرايب وكيدخلوا للجروب على جال هذوك ستوريات الصباحيه، انا ما بقيتش كنديرهم لحقاش كما قلت لكم النفسيه كانت تعبانه، ودابا الحمد لله راني كنحس براسي مزيانه. فخديت قرار قلت غادا نرجع للستوريات 8 في 8 هي هذيك ان شاء الله غتكون بدايه جديده مع البوابه المغناطيسيه اللي جلب الثاره مع انا غادا نبدا لكم ان شاء الله. عاوتاني في ستوريات كنديروا ستوريات كل نهار، فلهذا راني مديزاكتيفيا سبسكرايب وغنأكتيفيها لكم 8 في 8.
صافي غير تسناو، لانه شوفوا الا اكتيفيت لكم دابا سبسكرايب ودخلتوا ما غتشوفوا والو. راه شوف شحال باقي، باقي جوج سيمانات اوكي، باقي هاد السيمانه كامله والسيمانه الجايه كامله. المهم هاد السيمانه راه كملات، باقي السيمانه الجايه كامله حتى موراها عاد غناكتيفي انا سبسكرايب وغتدخلي غادي تقولي على مازال البنات اللي ديجا عندي راهم متفهمين الوضع، لانه اصلا البنات في الاول فاش حبست ستوريات فاش كان وقع لي داك المشكل العاطفي وحبست ستوريات كانوا تقلقوا قالوا لي علاش، وحنا كنا كنتانسبيرو من دوك ستوريات وما نقدروش نعيشو بلا ديك ستوريات. درتي لينا بحال داك البيبي اللي كتعطيه البزوله وكتحيديها له في دقه ما يمكنش. ف شرحت لهم وهما تفهموني، ولكن نتوما يلاه دخلتوا ما غتفهموش، ما غتفهمونيش، تقولوا لي تقولوا لا وحنا خلصنا وعلى ما كاين والو كيفاش وعلاش. فلهذا ديزاكتيفي سبسكرايب، ولكن غنكتيفيها لكم لحقاش خديت قرار غنرجع ان شاء الله الشهر الجاي، وغادي غادي نرجع نبدلو في الحياه ان شاء الله عاوتاني، لانه توحشت نسمع المعجزات اللي كيوقعوا في حياتكم عن يد الله سبحانه وتعالى وعن طريقي انا، لانه البنات الحمد لله اللي عندي في الجروب واللي داخلين عندي في المجموعه واللي عندي في سبسكرايب نقدر نقول لك 80% استافدوا الحمد لله، وصلوا لبزاف ديال الحوايج في حياتهم، وهذا الشيء هذا كيفرحني. عيني